شأنه شأن باقي دول المعمور، يواجه المغرب تضخما مرتفعا في الأسعار، مس معظم السلع والخدمات، ووضع هذا الوضع الذي تكرس مع الجائحة تفاقم أكثر جراء انعكاسات الحرب في أوكرانيا التي رفعت بشكل كبير أسعار الطاقة، مساهمة بدورها في التهاب أسعار باقي المواد خاصة الغذائية والصناعية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل زهير التومي، صحفي ومسؤول التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، المختص في الشأن الاقتصادي. زميل زهير التومي، أهلا بك. أهلا محمد ومرحبا. إذن أين تضع الأرقام والبيانات المتوفرة مستوى التضخم في المغرب؟ بداية محمد، في بعض الرصد بعض الظواهر الاجتماعية والاقتصادية قد لا نحتاج كثيرا للمؤشرات والأرقام، فبمجرد مثلا جولة بسيطة في أسواق كانت شعبية أو ممتازة، سترى بعينك مدى ارتفاع الصاروخ في الأسعار، سواء قبل الجائحة أو في خضم الجائحة أو بعد الجائحة أو أثناء الحرب في أوكرانيا. جميع المواد الغذائية تقريبا عرفت مستويات مهمة من الزيادة في الأسعار، كذلك المواد الصناعية عرفت زيادات. ولكن إذا احتجنا وإذا ركننا إلى لغة الأرقام والمؤشرات، أكيد هناك مرجعيات. المرجعية الأساسية هنا هي أرقام ومؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، وكذلك الأرقام والمعطيات التي تصدر عن بنك المغرب، والذي يستند بدوره على أرقام المندوبية السامية للتخطيط. أحدث التوقعات الصادرة عن البنك المركزي بنك المغرب توقعت أو تنبأت بأن يكون التضخم، أو ننهي هذه السنة سنة 2022 أن ننهيها على وقع تضخم يفوق 5%. تصور معي محمد، 5% رقم كبير. تقليديا كان في حدود 1% أبعد تقدير، 1.5%. صحيح. أبعد تقدير، ولا أتذكر هذا الرقم. صحيح. 2%. صحيح. 5% رقم كبير، لكن الحمد لله هنا في المغرب لدينا 5%. في الجوار الإقليمي وفي أوروبا هناك أرقام أو مستويات تضخم برقمين وليس برقم واحد، وهذا يدل على وطأة الأزمة، وطأة مشكلة التضخم، هذا التضخم الذي يعاقب الدورة الاقتصادية بأكملها. صحيح. لا، حينما نتحدث عن التضخم يصعب فهم السيرورة كلها من أين تبدأ إلى أين تنتهي، لكن بالنسبة للمغرب وبالنسبة للأسواق، المواطن يعاين ذلك في الأسواق، ما هي أبرز المواد وأبرز المجالات التي لنقول مسها التضخم بشكل كبير جدا أو تضررت منه؟ في علاقة دائما مع المواطن، المواطن هي سلة غذائه، هي التي يرى فيها هذا التضخم ويلمسه في تسوقه في معيشه اليومي. مواد الغذائية تقريبا كما قلت أسلفت عرفت موجة تضخمية مهمة، كذلك المواد غير الغذائية، ولكن حصة الأسد التهمتها أسعار المحروقات، الطاقة، وبالتالي الطاقة ترفع بدورها باقي المواد. صحيح. كلها كل شيء يدور في فلك الطاقة. وبالعودة إلى كذلك إلى أرقام المندوبية السامية، عفوا على المقاطعة، لماذا أسعار المحروقات تعطينا التضخم في كل المواد؟ لأن بكل بساطة، نعطيك مثال بسيط محمد، بطاطس أو طماطم أو أي نوع من الخضار، لتنقلها من مكان الزرع إلى مكان التخزين إلى مكان السوق إلى المواطن إلى البقال الذي في الحي، بالمحروقات تطلب محروقات، سيعكسها على الأخير على المواطن. وكما قلت لكي نكون موضوعيين، هناك أرقام للمندوبية السامية للتخطيط. أخذت مثل شهر يوليوز في عز فصل الصيف، عز الطلب، عز الاستهلاك، العطل، هناك استهلاك. إذا قارنا المواد الغذائية في هذا الشهر مقارنة مع شهر يونيو، أزيد من 1.6%. أقول هذا الرقم فقط لشهر، يعني الشهور السابقة كانت بدورك هناك ارتفاعات 1.6%. أعطيك مثال، الفواكه أكثر من 6%، الفواكه، أسماك زائد 5%، الحليب والجبن والبيض حوالي تقريبا 2% لشهر واحد في يوليوز. طيب. أما المحروقات كما قلت التي تنال حصة الأسد من الزيادات، فتقريبا 4.4% هي الزيادة لشهر يوليوز لوحده مقارنة مع يونيو. طيب، حينما نتحدث عن هذا التضخم الذي يسم الوضعية الاقتصادية في المغرب وليس معزولا عن السياق الدولي، ما الذي حرك هذا الموجة التضخمية في العالم؟ هناك عوامل خارجية تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي وبالتالي تأثر بهذه الموجة التضخمية. لا ننسى أننا ما زلنا في تبعات جائحة، الجائحة كانت مجرد سنتين وهي معنا. صحيح. وتظن أنها باقي تبعاتها إلى حد الساعة. هناك الجائحة، سلاسل التوريد التوريد، وقف الإنتاج في مجموعة من الصناعات، كذلك هناك
الحرب في أوكرانيا التي عظمت أو قوت هذا المشكل المتعلق بالتضخم، وزيادة على ذلك لسوء الحظ كان هناك موسم جفاف في العديد من الدول التي تصدر المواد الغذائية خصوصا الحبوب. مجموعة فرنسا عانت، فرنسا من المصدرين الكبار للحبوب في العالم، كندا كذلك عانت من مواسم جفاف ألقت بدورها على أثمان هذه قطاع الصادرات الأوكرانية أيضا. تماما تماما، هذا هنا سنتحدث على واردات أو إمدادات الصادرات وسلاسل الإنتاج واللوجستيك وقطع الإمدادات البحرية والسفن. أعطيك مثال بسيط محمد، كلفة الشحن في الماضي قبل الجائحة كانت في حدود تقريبا صندوق حديدي يمكن أن تجلبه $1,000، الآن $10,000. عشر مرات، عشر مرات، ومرشح أن يرتفع أكثر. كل هذه عوامل أدت إلى أن هناك تضخم مستورد كما يقال، وليس تدخل أو تضخم قادم من الاقتصاد المغربي، هو تضخم مستورد. طيب حينما نتحدث عن هذا التضخم الذي هو بسبب عوامل دولية لا نتحكم فيها هنا في المغرب، هناك أيضا عوامل ربما تزيد من حدة هذا التضخم وتكون ناشئة من الداخل. أكيد أكيد، هذه العوامل هناك عوامل مستجدة. أكبر مثال على هذه العوامل المستجدة هناك الجفاف في المغرب، نحن في سنة جفاف، الكل يتناسى هذا المعطى لدى انتقاد ما تقوم به الحكومة أو لا تقوم به. هناك سنة جفاف، جفاف غير مسبوق، محصول الحبوب تراجع بشكل قياسي جدا. بل هي يعني سنة ثانية لعلها من الجفاف، مع العلم أن السنة التي كانت قبل كانت أقل وطأة، أما هذه السنة فكان وطأة الجفاف شديد، لها تأثير كبير. قلت الجفاف رفعت أسعار المواد الغذائية، الحبوب، هناك كذلك مسألة ارتفاع المواد الوسيطة التي تدخل في بعض الصناعات في المغرب، رغم أننا نصنع في المغرب بعض المواد إلا أن ليست 100% صناعة مغربية. صحيح. على الأقل هناك 20-30% لا أدري النسبة لبعض المواد المصنعة في المغرب تأتي من الخارج، تأتي من الخارج بكلفة زائدة. أعطيك مثلا الزجاج تضاعف أسعاره لمستويات خيالية، لك أن تقوم باستطلاع لدى المهنيين أو مواد البناء، بائعو مواد البناء، كل مواد البناء ازدادت، قفزت، وبالتالي سعر الشقة سيزداد بدوره، المنعش العقاري سيعكس على المواطن في نهاية المطاف. هناك أسباب أقولها أنا، هناك بنيوية ولكن تتغذى في مثل هذه الظروف الاقتصادية. أسباب البنيوية، هناك المضاربة، هناك الاحتكار، هناك ضعف وقلة المراقبة من أجل ضبط الأسعار، مع العلم أننا نحن هنا في المغرب أسعار للأشارة فهي حرة. صحيح. نحن اقتصاد منفتح، ليست لدينا يعني أسعار محددة ما عدا بالنسبة للأسعار الداخلة في إطار صندوق المقاصة المدعمة، تلك الأسعار مضبوطة ولها آليات نتحكم في أسعارها. أحيانا يعني تكون زيادة تضخمية في حدود 3% أو 5% وتجد أنه الزيادة التي يطبقها البائع النهائي أو بائع الجملة أو كذا تفوق 50% أو 30%. تماما، هذا الذي تقصد؟ تماما، لأنه نتحدث عن المضاربة، عن كثرة الوسطاء. السلعة عندما تنتج في المصنع أو في الحقل عندما تصل عند المستهلك النهائي تتضاعف أسعارها بشكل كبير، لا يستفيد الفلاح البسيط الذي في الحقل أو التعاونية، هناك سلسلة من الوسطاء. صحيح. حينما نتحدث عن هذا التضخم الذي له عوامل داخلية وعوامل خارجية أيضا زميل زهير، هناك مؤسسات اقتصادية، هناك الحكومة، المغرب يضرب به المثل لنقول على الأقل في العقود الماضية في مسألة التحكم في التضخم، السياسة المالية والنقدية وغير ذلك، إلى أي مدى كان لنقل بداية السياسة الحكومية كانت فعالة في الحد من التضخم؟ دعنا من بنك المغرب سنتحدث عنه. أكيد، لأن هنا يجب الفصل ما بين اختصاصين مهمين. صحيح. الحكومة ليست لديها اليد الطولة في مسألة السياسة النقدية. صح. هناك البنك المركزي، بنك المغرب. الحكومة قد تتدخل لتخف من وطأة أو تحد من وطأة هذا التضخم من خلال مجموعة من الإجراءات، قد تكون ذات طبيعة اجتماعية سوسيو اقتصادية، مساعدات، مثلا أعطيك المساعدات التي قدمتها لبعض القطاعات مهنية النقل مثلا، هنا تدخل ليس نقدي صرف، هذا تدخل حكومي، فطنا إلى أن مشكل النقل والطاقة قد ينعكس على المواطن وعلى القدرة الشرائية، فقامت بمجموعة من الإجراءات، مجموعة من الدفعات لصالح مهنية النقل. هناك جدل بطبيعة الحال، من المستفيد، كيفية الاستفادة، حجم الاستفادة، مدى توزيعها، مدى توصل المستفيدين بهذه الزيادات، هذا نقاش آخر لتدبيره. هناك مجموعة من الآليات وهناك سلطات معينة مفروض أنها تقوم بهذا الجانب. هناك مساعدات أخرى تم القيام بها مثلا في الفلاحة، كما أشرت هناك سنة جفاف تم تقديم تقريبا 10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي
لماذا؟ للحد من الأثر على العالم القروي وعلى الفلاحين وبالتالي كذلك على المستهلك. هناك كذلك قامت الحكومة بإجراءات جمركية، تخفيف من الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الغذائية في طليعتها الحبوب والزيوت والبذور الزيتية. هذه المواد المستوردة، هذا مواد مستوردة. القمح لأننا عندنا عجز في القمح، صحيح. تم استيراد القمح من الخارج، ولكن هذا القمح تم ارتفعت وتيرة أسعاره بشكل مهول. الحكومة لكي تخفف نسبيا من الوطأة قامت برفع بعض الرسوم المفروضة على الاستيراد حتى نتمكن من استيراد القمح بكلفة أقل. كذلك هناك الحكومة تقوم هنا بإجراءات ضبط أو لمساعدة القدرة الشرائية وليس التحكم في الأسعار، لأن الأسعار حرة ما عدا المواد التي تدخل في صندوق المقاصة. وهنا قامت الحكومة بالنسبة لصندوق المقاصة بمضاعفة الاعتمادات بشكل كبير جدا. تقريبا اعتمادات صندوق المقاصة التي كانت مبرمجة في ميزانية هذا العام تم تخطيها بنسبة 96% محمد. من 16 مليار درهم كانت محددة إلى 32 مليار درهم. تصور معي هذا الرقم فقط للمشاهدين. الرصيد. تم المشروع تمويل خط قطار فائق السرعة ما بين طنجة والدار البيضاء كلف تقريبا 23 مليار درهم. صندوق المقاصة في وحده في عام واحد يستهلك أكثر من ذلك. يعني مشروع تجاري آخر. توقعات مفتوحة على أكثر من 32 مليار درهم. لا أريد أن أختم دون أن أشير إلى سياسة البنك المركزي، البنك المغرب، إلى أي مدى كانت حصيفة وكانت فعالة في الواقع في صراحة هذه المؤسسة يشهد لها بأنها حكيمة ورصينة في تتبع مسألة التضخم. هناك موجة أو موضة في العالم الآن، تلاحظ البنك المركزي الأوروبي، الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة، كلهم رفعوا سعر الفائدة، لأن هذه الآلية تخول لك أن تحد نسبيا من مستوى التضخم. لكن البنك المركزي المغربي، بنك المغرب فطن، يعرف الخصوصية الاقتصادية والمالية والنقدية المغربية. تضخمنا ليس نقديا ذاتيا، تضخمنا قادم من الخارج مستورد، وبالتالي لم يجازف ولم يقم برفع مستويات الفائدة الرئيسية. لماذا؟ لكي لا يقوض الاستثمار، لكي لا المقاولات أيضا، المقاولات، ولكي لا يزاحم المقاولات في مسألة التمويل، ولكي يستطيع أن يوجد للمقاولات وللمستثمرة المناخ المناسب للاستمرار الانتعاشة الاقتصادية التي كانت بعد الجائحة. شكرا جزيلا لك الزميل زهير التومي، صحفي مسؤول تحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية المختص في الشأن الاقتصادي. شكرا جزيلا لك على كل هذا. هذه التوضيحات بشأن التضخم في المغرب.